حضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا فراخ النهارده بطريقه جديده، لا هي شيش طاووق ولا فراخ مشويه كالعاده. الصوص بتاعنا النهارده صوص الاطفال بيحبوه، الشباب بيحبوه، مشهور في بعض المطاعم. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بتفاصيله باقل تكلفه ممكنه، وايه التركيه بتاعته يبقى زي بتاع بره او زي بتاع المحلات. يعني لما نقول بره ما نفتكرش بره مصر، لا زي بتاع المحلات اللي موجوده بره. معانا فراخ صدور، معانا كاتشب، ومعانا عسل، ومعانا صويا صوص، ومعانا خل التفاح، معانا زبده، وكمان الملح والفلفل والحاجات البسيطه السهله، والثوم ده اساسي، وعصير ليمون بس خلاص. مفيش بقى لا زبادي ولا الحاجات اللي احنا عارفينها بتاعت الايه الشيش برك والشكريه والحاجات بتاعت الشيش طاووق والشاورما والحاجات دي كلها. صوص خفيف النهارده كده على المعده كمان، وخفيف على الجيب على فكره. يعني ايه معلقتين عسل مع شويه كاتشب وصويا صوص؟ هنعمل صوص كاننا سافرنا احدى الدول الغربيه واكلنا الاكله اللطيفه الجميله الحلوه اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده. صدور فراخ اهم حاجه هتتقطع ازاي؟ لازم الشكل هنا يبقى شكل غربي. حلو الكلام؟ هنشوف نعملها مع بعض ازاي. تعال ناخد الاول صدور الفراخ دي نقطعها كده ونتكلم عنها شويه واحنا مع بعض عشان الموضوع مهم. ومعانا سمسم على فكره في المقادير، انا ناسي السمسم، يا سمسم. وخلي التفاح ده مفيد جدا ومهم جدا. اول حاجه هنمسك صدور الفراخ نقطعها بالشكل ده كده، دي اهم حاجه عندي. حلو الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. صدور طازة تعرفها من شكلها، ما فيهاش مية، ما فيهاش المادة اللزجة. صدور الفراخ لازم تكون طازة بالشكل ده كده، تعرفيها من شكلها وما تكونش ايه فيها المادة اللزجة. ولكن أهم حاجة لما أجي أقطع الفراخ بالشكل اللي أنا عايزه دلوقتي، لازم كمان السكينة الحادة أو أداة التقطيع نفسها تكون مختلفة شوية، لازم تكون سكينة رفيعة بالشكل ده كده. انا مش بقولك عشان تجيبي طقم من سكاكين وتعملي فيها بوحه، لا خالص. يعني انت من مصروف البيت بتقدري انك انت توفري الحاجات الصغيره دي اللي تقدر تساعدك في المطبخ تعملي حاجات لطيفه. سكينه رفيعه بالشكل ده كده هنسنها عشان تريح ايدك وتقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه. حلو الكلام؟ هناخد السكينه بعد المسن اللطيف نمسحها كده بمنديل نتيجه احتكاك المعادن ببعضيها، ده الطبيعي. وناخد صدور الفراخ بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شفت التقطيع دي كده؟ لازم تكون رفيعه لان دي مش هتقعد على النار كتير. حلو، نفس القصه ناخد الموزه اللي تحت دي عايزها برضو نقطعها اتنين كده بالشكل ده كده. شفت ازاي؟ لان دي هتخش على سيخ خشب هتتسيخ دلوقتي مع بعض. نقطع دي كده بالطول كده، ولازم تبقى رؤيه جدا بيسالوني علشان تستوي بسرعه. حلو بالشكل ده كده، نفس القصه. خلي بالك اوعي تعوري ايدك يا ست الكل، عايزينك. نفس القصه ناخد الصدر ده كده كمان، سبحان الله البركه بتيجي فيه ازاي. اهو دي سمي بسم الله اهو. يعني الثلاث صدور دولت هيعملوا دلوقتي ايه 20 30 سيخ. روحي كليها بره كده مع شويه خضار سوتيه بقى، يجيب لك شويه بروكلي كده وشويه مشروم ولا شويه بطاطس، تدفع في الطبق مبلغ وقدره. انت هتعملها في البيت زي الفل. التقطيع دي مطلوبه بالشكل ده كده، هتتبل بايدي يا شيف، اصبر على رزقك. نفس الطريقه كمان اهوت. الموزه اللي انا بحبها ناخدها نصين كده عشان دي تخينه. حلو اهي، نفس القصه بلاش النعناع ده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلي حته الفرخه تحت ايدك كده انت تتحكمي فيها، طالما انت ماسكه السكينه بمقبض ايدك كده وحاميه في ايدك اهم حاجه. شفتي نفس الطريقه، بسم الله ما شاء الله الطبق اتملى فراخ. نفس الطريقه دي برضو نصين كده، شرايح شرايح مش شرايح بنيه. حلو الكلام زي الفل بالشكل. هنتبل الفراخ دي مع بعض كده سريعا،
التتبيله بتاعتنا هنا تومه مفرومه ناعم. خلي بالك مش هنحط لا كمون ولا كزبره بقى، الموضوع ده بريء من الكمون والكزبره. حطيت انا يا عم الشيف ايه؟ توم. احط شويه فلفل، مش هحط ملح، اوعى ايدك تيجي على الملح خالص في الاكله دي. الملح كمان بريء منها، لان احنا هنستخدم صويا صوص في التتبيله. صويا صوص، وطالما استخدمنا صويا صوص ما بنستخدمش الملح. دي ألف باء مطبخ آسيوي، ألف باء مطبخ ياباني، ألف باء مطبخ صيني، ألف باء مطبخ ماليزي، المطابخ اللي حضراتكم بتحبوا تاكلوا الأكل بتاعها. هنحط عليها شوية صويا صوص زي الفل أهو، أهي شوية صويا صوص كده عليها، حلو، شوية خل التفاح عليها، وأنا شغال كده أهو. كميات قليلة خالص، معلقة زيت سمسم مش زيت زيتون، زيت السمسم خلي بالك ريحته قوية جدا، فبنحط كمية قليلة زي ما هما كده اهو. الأكلة دي صحية من الدرجة الأولى، مريض سكر ياكل منها، مريض ضغط ياكل منها، مفيش أي مشكلة خالص، صحية من الدرجة الأولى، مفيهاش توابل ترفع الضغط خالص، زيت سمسم وصويا صوص زي الفل اهي تمام. هناخد الفراخ بالشكل ده كده اهي اهي، وهي على البلانشة كده وفرحان بيها كده. عندي خشب، عندي ايه؟ خشب اللي هي الاسياخ الخشبية اهي، اللهم صل على النبي. الاسياخ الخشبية دي يا عم الشيف في الماركت يعني موجود، في العيدان الطويلة دي اللي بتتعمل شيش طاووق وبتتعمل كفتة احنا كلنا عارفينها، وفي العيدان الصغيرة دي او مش لقيتيش الصغيرة، قطعها دي نصين، وفر على نفسك الجيب وقطعها نصين. طب ليه حاططها في مية مغازل؟ المخرج بيسأل، علشان نقدر نقاوم درجة الحرارة بتاعت الشوي مع العمر الافتراضي للسيخ الخشبي على النار، يوم ما يتحرقش معانا بسرعة وما يطلعش ريحة، طالما احنا حطيناه في مية وشيله بمية. تعالي انت مثلا اكسري دول كده دلوقتي، ابدا جوزك في مستحيل، ده دي قوية جدا، طالما هي شربت مية اصبح ان السيخ الخشبي هنا قوي جدا على فكرة، فيفضل كسره قبل ما نحطه في المية. بصوا التفاصيل اللي بقولها دي صغيرة ممكن ان احنا نستهتر بيها، بس مهمة جدا. انت ممكن تكسري الخشب دلوقتي تعوري ايدك لانه شارب مية، فهيطلع منه حاجات كده مش لطيفة، فعايزة تكسريها بالشكل ده كده، تكسري السيخ الخشب قبل ما تبليه مية، لانه طالما شارب مية بقى قوي ده صعب كسره على فكرة، واذا اتكسر مش هيتكسر كويس. هناخد كده بالسيخ الخشب كده اهو مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الجو ده كده؟ عيني زجزاج، والله بدور على الكلمه في المعجم اللغوي المغازي مش لاقيها، ده ابن حلال والله، زجزاج شفت؟ ابن حلال بتيجي في وقتك دايما يا شفيق، بس كمان واحده مع بعض زجزاج، هي دي بقى اللي قالها دي ده انا بص كده دي لما تستوي هتتفرجي عليها بقى، هتلاقي تفاصيل الشوي ما بين تنيات الفراخ او الزجزجه بتاعتها، شفتي؟ عشان كده مقطعها ايه؟ رفيعه. يسالوني انت بتقطعها رفيعه ليه؟ عرفت ليه انا بقطعها رفيعه؟ ممكن تحط واحده بس لو كبيره زي دي كده كمان، دي مع شويه رز ابيض بسمتي يا شيف تاكل صوابعك وراها، مع شويه سباكيتي كده معمولين بالزبده تاكل صوابعك وراها. لا شيش طاووق بقى ولا الجو اللي احنا ايه عارفينه ده. عند جريل على النار بتسخن درجه حرارتها قويه جدا، ما عندكيش جريل هاتي طاسه سمكه المعدن بتاعها قوي، يعني تكون سميكه شويه. ليه سميكه يا شيف مغازي؟ هي مصاريف على الفاضي وخلاص؟ لا، علشان سمكه المعدن بيحافظ على درجه الحراره. قول تاني يا مغازي، بيعجبني قوي التريكات بتاعتك دي. طاسه سميكه او جريلا سميكه، ليه؟ لان هي السمكه بتاعت المعدن نفسه الظهر بالذات بيحافظ على درجه الحراره فتره طويله علشان اللحوم والفراخ تستوي عليها بدون ما تنشف ميتها او الجوس اللي جوه حته اللحمه او الفراخ او البرجر اللي بتسويه. خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. شفتي؟ اسيخ كده بقى. ورانا وقت بقى، لا ده لسه على الجريل بدري، لو عايزين تطلعوا فاصل انا جاهز، لسه لازم اسيخ ده كله مع بعض لازم ازجزج ده كله شفت يا عيني
ناخد بعضينا بقى وسيبوني مع الزجزجه عليا خروجنا الجميل. شفت ازاي؟ الموضوع لطيف على فكره. هطلع فاصل صغير اكون زجزجت كل الفراخ دي مع بعض ونشوف ايه تركيبه الصوص الوايستر صوص اللي الشيف المغازة يعمله. لو رحت تشتري برطمان صغير كده ولا علبه تدفعي فيها مبلغ وقدره مش عارف كام لان ما بيشتروهوش، انت خليك تعمليه في البيت بطريقه بسيطه وسهله وغير مكلفه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ايه الحلاوه دي يا مغازة؟ طبعا في الفاصل، في الفاصل احنا زجزجت الفراخ، معرفش لو قعدت ادور عليها الصبح شايفين ما كنتش الاقيها خالص. حلو، وقطعتها وبدات ان انا سيختها بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي كده في قلب السيخ. ده شكل جديد. هي بص، هي فراخ، ولو شفت المكون ده موجود معاك في المطبخ، انا مش جايب حاجه جديده، الفكر بس هو اللي جديد، فكر الطهوي والخبره الطهويه هي اللي جديده. ده جاهز زي الفل. هنحط عليهم شويه زيت، مش هنحط زيت سمسم هنا بقى، زيت السمسم خلاص هي شربته والتتبيله شربته. هنحط شويه زيت من دول كده، زيت زيتون، زيت عادي خالص اهوت. على فكره ممكن تعمليها من بالليل وتخليها في الثلاجه حسب ما انت حابه، يعني مش لازم انك انت تضيعي وقتك الصبح جايه من الشغل مثلا والاولاد ما عندهمش وقت يصبروا للجو ده كده، انت تعمليها من بالليل عادي. حلو الكلام. بنوزع الزيت هنا كده عشان ما يبقاش في حته واحده. لا حلو، جالنا سؤال من الكنترول دلوقتي، قال لك لو حطينا زعتر، زعتر راح على المطبخ الطلياني كده، رحنا على روما. احنا هنا بنعمل اكل ايه بطعم تاني خالص اهو. شفت الزيت ده؟ انا مش عايزه كتير، جريلا سخنه معايا، ولازم الجريلا تكون درجه حرارتها عاليه على فكره، ما تستهونيش بيها علشان هنا الصدمه الناريه مهمه جدا، دي مش مطلوب ان هي تقعد على النار كتير. شغل حلو مايسترو. انا ما عنديش الطاسه دي يا شيف، اعمل ايه؟ اجيب طاسه منين؟ عادي يا اختي والله العظيم، طاسه اي طاسه عندك بس يكون المعدن بتاعها شديد شويه. بس سله هنقلبها دلوقتي مع بعض من اول ما بدانا نرجع لايه للاخيره، خلي بالك ده المطلوب. شوف التركايه دي. وانت معايا، وانت معايا. بس سله حلو تمام زي الفل. نبدا نقلب مع بعض. بدانا منين؟ من هنا. موضوع لطيف وسهل خالص. استوى، هتكمل تسويتها دلوقتي مع الصوص اللي انا هعمله. عرفتي ليه انا مقطعها رفيعه؟ الله عليك، بس خلاص بنهدي النار عليها كده، ما ينفعش ان هي خلاص تاخد نار عاليه عشان ما تنشفش منك. تعال نعمل الصوص مع بعض سريعا كده. طاسه على النار. ايه البساطه والسهوله دي يا مغازل؟ واحده واحده معايا كده علشان الموضوع النهارده ما فيهوش شغل، فيه ابتكار. شيل دي من هنا. تعال نعمل الصوص ده كده مع بعض سريعا. حلو قوي. معايا البوله الصغيره دي كده. شوف بقى الصوص ده كده. ده نشا، معلقتين من النشا. حلوة دول، معلقتين من النشا اهو.
حلو الكلام. نحط على النشا ده يا عم الشيف الصويا صوص. حلو. نحط على النشا الصويا صوص. خلي بالك هنا في شويه صويا صوص انا عايزهم، فباخدهم كده بشياكه لان ده غالي سعره شويه. وانا كده كده عايز شويه ميه، باخدهم كده اهو. حلو الكلام. بقلب كده واشيل ده من هنا. مخرجنا بيقول لي روق يا عالدنيا، ده الطبيعي. حلو. هنقلب الصويا صوص مع النشا بالشكل ده كده اهو. ننزل بالكاتشب. حلو قوي. ننزل بخل التفاح. تسلم ايدك يا حافظ اهو. ننزل بزيت السمسم وخل التفاح. كل دول مع بعض اهو، مكعبين من الزبده. وانا بقلب اهو. طريقه سهله بسيطه تقدري تعمليها. فص توم ني فص توم ني بصلايه ناعمه. حلو قوي. ونقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف اه. وفي قلب الطاسه بتاعتي اه. بص بقى الصوص اه اه. الله عليك اه. ايه البساطه دي يا شيف؟ ولا غلبه بقى ولا الجو اهو. خد القوام على طول بسرعه ازاي اه. شفت القوام اه. حلو قوي يا شيف، تسلم ايدك. هيحتاج مننا شوية مية، على طول بتضيف مية مغلية عشان ده له قوامة. نشوفه مع بعض دلوقتي اهو. مكوناته ايه تاني مع بعض؟ توم، بصل ناعم، كاتشب، زيت سمسم، صويا صوص، معلقة عسل اهو. النشا طبعا اساسي اهو. عملنا كمية حلوة. الكمية دي بتخليها بعد ما تبرد عندك في برطمان تعملي فراخ تحط منها، تعملي جمبري تحط منها، جمبري مقلي، فيليه مقلي، فراخ بالطريقة دي اه. القوام اخباره ايه؟ سميك شوية، نخففه. حطينا النشا زيادة شوية عادي مفيش مشكلة. الطعم هيفصل منك تعملي ايه؟ وارد كل ده، ده كله وارد في مطبخك اه. أهم حاجة ما تحطيش ملح، إيدك بعيدة عن الملح خالص اه. القوام نخليه على نار شديده بقى هنا كده زي الفل. نشيل ده من هنا. نجيب طبق التقديم يا نعم مع جمبري، ممكن الله، ممكن مع جمبري يا عم الشيف، ممكن مع فراخ مشويه يا عم الشيف. الله على الحلاوه، الله على الجمال اه. ممكن يتشال في الثلاجه ونحافظ بيه في الثلاجه، نستخدمه وقت ما احنا حابين اهو. شفت الفراخ طالعه متحمره ازاي؟ نعم يا غالي اه. انا زيك كده والله العظيم، انا ممكن اكل الفراخ كده ولا ويستر صوص ولا مايستر صوص ولا كاتشب صوص ولا اي حاجه خالص. احبها كده شويه مايونيز وكاتشب وخلص الكلام لو جيتوا سالتوني يعني اه. الطحينه بقى راح على شيش طاووق. كل واحد بقى ايه بيخترع ها، يبتكر. دي عشان عايزه رز بسمتي بس. شفت الأكلة اللطيفة دي؟ اه. نشيل كل حاجة من هنا بقى ونبدأ نحط الصوص بتاعنا عليها كده بالشياكة مع عود روزماري. حلو كده خلص آه زي ما هي. أنا مش هشيل غير الجريلا بس علشان إيه سخنت معايا.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بأقل تكلفة ممكنة تقدر تخترق أي مطبخ في العالم، لأن معاك شيف شاطر يقدر إن هو يعلمك تعملي الفراخ إزاي بطريقة بسيطة وسهلة. الفراخ شفناها قبل الفاصل، شويناها طبعا، طلعت من الشواية بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. أهم حاجة وهي سخنة ننزل بالواستر صوص، وده يفضل قبل التقديم مباشرة، بس لازم الفراخ تكون سخنة. بننزل عليها كده، شايف الصوص الشفاف ده كده اهو، يعني اللون بتاعه لون العسل. جه ازاي؟ مكوناته شفناها مع بعض، نشا، كاتشب، عسل، خل التفاح، توم طازه، عصير ليمون، زي الفل يا عم الشيف. كمان شويه واحنا معانا الصوص بيتقدم جنبه كده، للي عايز يزود مفيش اي مشكله، بألف هنا وشفا. هنخليه على جنب كده. عندك شوية فراخ مشوية، أهلا وسهلا. عندك جمبري مشوي بنفس الطريقة، السمسم كده يترش على الوش، ألف هنا وشفا.